يا اهلا وسهلا بالناس الكل، ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه لوليداتكم. الناس الكل اللي عايشين في تونس بالتوفيق والنجاح يا رب. ان شاء الله ديما رافعين لكم روسكم الكلكم الكلكم، نحبكم برشا برشا. عدت لكم في فيديو جديد، واليوم الفيديو متاعنا باش يكون ممتع جدا جدا جدا. انت القلقه الفايده، وانت اللي نفسيتك بدات هكا شويه خوف من القرايه والتعب نتاعها، شدي الحزام معايا خاطر اليوم باش يكون فما فيديو محلاه محلاه كيفاش نطوروا من رواحنا احنا الامهات القاعدين في الدار، وكيفاش هكا نخليو مساحه لرواحنا باش نطوروا فيها وما نقعدوش في نفس النيفو، كيك سوا في المعرفه كيك سوا في الحاجات اللي تهمنا. اول حاجه باش نهزكم لايكيا، تعرفوا بعد علاش ساعه باش تشوفوا لي في شنو موجود ايكيا، خاطر نقولوا ايكيا نقولوا ديكور جديد، نقولوا 2023 شنو موجود من ديكورات، لي سوليسيون تاع الاماكن الضيقه، الحاجات العمليه والحاجات المزيانه. وشوفي لي اكا الاغراء فريمون في الالوان اللي حطيتهم ايكيا جديد، طلع سنير شاع لموضة المارون حقه، في اللي عندها بيت نوم ولا خزانه ولا حاجه في المرارة رجعت لموضة. اي سنيت ما ترميهاش، خليها خليها، انا كي نمشي لايكيا باش نطور من روحي. اي تقولوا لي كيفاش؟ بالحق انا كي نمشي من ايكيا نطور من روحي، خاطر ايكيا عندها حاجات تحطهم انتم ما تجيش لبالك تنجم تعمل حاجات كي من هكا، كيما شفتوه كوام تاع خياطه في الكوجينه ما يجيش لبالك، مي سي يجي لبالك شوفوا محليه عندها لي سوليسيون اللي مزيانين على الاخر على الاخر على الاخر. هذايا تنجموا تحطوا في الكوجينه، تحطوا عليه المعون، تحطوا عليه الماء، هذوما لي سوليسيون اللي ما عندهمش اتجارات ما عندهمش خزانات، نجم يجي في الكلوار، نجم يجي في برشا اماكن. دونك هذه هي الحاجه اللي حبيتكم اليوم نفيدكم منهم. تنجموا نتوما تشوفوا ليماج لهنا تهزوا للنجار يخدمها لكم، ولا تنجموا حتى تصنعوها وحدكم. كيما قلت لكم البنات، راهو باش تطوري من روحك تنجمي تتفرجي في الحاجات باش تعرفي، باش تكوني على علم ودرايه شنو طالعه شنو مش طالعه هكاك، حتى كي تحكي مع الناس تعرفي الحاجه حتى شنو اسمها، خاطر هذاك نوع من انواع تطوير الذات، نوع من انواع المعرفه والدرايه بالحاجات اللي تصير من حولنا، خاطر العالم يتطور، الحاجات تتطور، الحاجات ما كانتش كيما عم ناول. وكي تقعد انت برشا برشا في الدار ساعه، اول حاجه تولي ديما تحب تقعد في الدار وما تحبش تطلع على الحاجات اللي موجوده، مش بالضروره احنا باش نمشيو باش نشريو، قدر ما نشوفوا حتى الالوان الطالعه على الحاجات اللي يمكن عندك في الدار انت وما تعرفش فين تحطها، ولا حتى ما تعرفش ايه فين تبدلها. وانا مشيت لكي نهار لحد علاش تعرفوا بعد علاش لوج وشنو صار لي قبل ما نروح الساعه، اللي صار اللي هو تكسرت لي الكوافوز خاطر انا حاطه فيها الشارب، وطاحت لي فما دبوزه نتاع زيت لوز هذاك نتاع الشعر، تيح لي على الشارب الكويت كلها مشيهم، بليس تكسرت لي الاولى مع الثانيه الحاسيلو. خلينا هكاك حتى مشينا لتونس وجينا توا خاطر تلزمني باش تكون الدار منظمه برشا. وديما البنات الجايين جدد والبنات اللي حتى اللي باش يعرسوا تنجموا تفرجوا في فيديو هذو حتى في تونس وتشوفوا الحاجات اللي طالعين، راهم لي سوليسيون هذوما هما العمليين. ديما شوفوا الحاجه العمليه مش الحاجه اللي مزيانه، انا نقول لكم ديما الحاجه العمليه اكثر راهي هي اللي تقعد وهي اللي تستحقوها. هذوما شريتهم للوليد اللي يحطوا فيهم الاوراق، تبدا معناها ظاهره كل ماتير مثلا تكتب فيها الاسم، هما غاليين شويه مي كل ماتير تكتب فيها الاسم وباهيه برشا. كي نقولوا ايكيا نقولوا حاجتين هما لوح الكولور الابيض البيت نتاعك، ويضويو البيت ويعطيوها روح، وكا انت تضيف الالوان قد ما تحب. دونك عملت لكم جوله شنو دارج هكا، ضفت حاجات برشا حاجات ايكيا حاجات جدد. دونك البنات ونسيت تتفرجوا فيها ما فيها بيس، كان هكا حتى مره في الشهر معناها تخرجوا، مش والله مش بالضروره باش تشريوا الحاجات، راهو كي تشوف بالحق تقعد تفكر فك الحاجه تقعد تعطيك دي زيدي انت علاش هو الفرجه علاش هو، خاطر انت تاخذ افكار تاخذ حاجات هكا
تنجم زيد تطور بهم من روحك. شنو معناها تطور بهم من روحك؟ تنجم انت الحاجه هذيك كانت في بلاصه ما تردها في بلاصه اخرى، وهكيك تخليك ما تقلقش وما تفدش من القاعده في الدار، خاطر شنو هي قاعده في الدار؟ الحاجات في نفس المكان نتاعهم، خدت في ملي مع مثلا عملتهم قعدوا كي من هما. دونك انت قد ما تشوف وقد ما تتعلم من، خاطر هذوما مش هم عباد عاديين، هما اللي يعملوا في الديزاين هذوما كلها سيغمون مهندسين وناس قاريه ديزاين. دونك انت تاخذ الفكره منهم وتطبقها وتطور بها بيتك. وقولوا لي البنات شنو الاماكن انتم اللي تمشيوا لها هكا باش تشوفوا حتى لي ديزاين اللي طالعين، باش هكا تاخذوا حتى فكره الالوان الدارجه السناء اللي معناها هكا باش حتى واحد يفرهد العينين نتاعو. دونك انا الاغلبيه الحقيقه مغرومه برشا بايكيا ومغرومه برشا باكسيون. يا حليلي اكسيون قداش عندي مشيت له، نحس هو حاجه نقصتني اصلا. ان شاء الله عن قريب هكا نمشي له باش نصور لكم فيه زيد انتوما البنات وتاخذوا فكره، خاطر نعرفكم تحبوا لي فيديو هذوما. ونعاود نشكركم البنات الكل 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 تكتبوا لي في كومنتات، والناس الكل تشجع فيا، الناس الكل تقول لي رانا نتفرج في الفيديو نتاعك. صفصوفه الاخت اللي معنا من كندا جديده قالت تفرج في فيديوهاتك كلها، والله يتحملوني مسؤوليه هكاك. راني نحب ديما نعمل فيديو انا نحط روحي في بلاصتكم، يعني نستفيد منه لا يفرهدني لا، نحب ما نضيع لكمش حتى كما قلت حتى دقيقه، وانتم ما تتفرجوا وانتم ما تستفادوش من الفيديو هذايا. شنو قاعده نضيف لكم كيما هكا؟ ان شاء الله يا ربي ديما نكون عند حسن ظنكم الناس الكل، وحتى الاخوات اللي يخدموا على اليوتيوب، ان شاء الله الناس الكل مع بعضنا نقدموا الاضافه ونقدموا المعلومه لكم الناس الكل، ونفرهدوكم ونحسنوا من نفسيتكم. هذيك هي الغايه نتاع اليوتيوب معناها. دونك هكا بالخضار هكا نوريكم شويه خضار، خاطر انا بصراحه نقول لكم النباتات كيك سوا ولا الزينه الارتيفيسيال هما نتاع ايكيا احسن وحدين. مي تعرف حتى 5 سنين شريتهم من قبل، مي معناها اللمعه نتاعهم والوريق نتاعهم ما يطيروش. هيك الماء نتاعها يهبط تمام. ومن ايكيا مشينا لروا مرلا، خاطر كنا نلوجو في سبيل البيت البانيو. يا اخي قلت خلينا نصور لكم لهنا العارضين النباتات، مو توا يخرجوهم خاطر في الوقت ما عادش سيزون الناس تشري برشا نباتات، قلت خليني نصور لكم عاملين فيهم تخفيض ب50%. بالحق برشا نباتات رخاص 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 على الاخر، لقيت حتى زيتونه مره جيت نشريها كانت ب26 توا وليت ب16. فما نباتات برشا متاع زينه ارتيفيسيال راهو لروا مارلان زادا من البلايس اللي تشريو الحاجه وعينيكم مغمضه على الاخر. حبيت هكا نزيد نفرهدكم توا، نعرف هكا شويه ستريس شويه الدنيا هكا مش تيرمو، حبيت هكا يكون الفيديو هكا فيه شويه هكا الرفه ولا رويحنا فيها هكا شويه برشا خضار مش شويه خضار، ونوريكم انا شنو غيرت في بيت النوم. الحمد لله شريت خزانه صغيره ولا كوفيز صغيره كيما خاطر في اللي كيم الحاجه تجي باغتو، فهمتوا؟ نوريها لكم ونعملها ياسر ياسر عجبني الورد هذايا، ما الحقيقه مازال صيفي معناها هذاك علاش قاعدين يخرجوا فيه توا، يخرجوا هذاك وبعديك يحطوا الحاجات الخريفيه وان شاء الله نصور لكم. روحنا للدار هكايا تتبيع احسن حاجه ايكيا، راهي تتبيع كل شيء، تركبيها فيسع فيسع فيها كتاب، تركبي كل حاجه كيما جات، وبعد هكا اركبوهم. وهذايا قاعد راجلي وريين ولدي يركبوا فيها فيسع فيسع، ما تركب راهي ساهله ماهله.
واليوم باش نعمل هكا تنظيفه خفيفه نظيفه بيان سور. انا كي روحت من تونس عملت تنظيف عميق البيتونوم وجبت القجرات وجبت وعملت الجرايه وكل شيء. اما اليوم جست باش نوريكم الموبل هذيك اللي مهتمه بيان سور تكتب لي وين نقول لها بقداش ولا حتى نحط لها الاسم. كيفاش يجي في بيت النوم حاجه معناها صغيره مي تهز نفس اللي كان القدم اللي كانوا معايا يمكن نذكروك الكوافيز كانت من الباب للباب وبالحق وتحسوا معناها الكوبرا ما يهز شيء. هذا صغير ويهز وضاف لون خاطر اللون الابيض ديما نقول لكم شريوا الحاجه اللون البيضة. دونك كان الفرش اللي تبعوا فيه عمليه وبدلته من الايكيا، هذه الكوافيز بدلته من الايكيا شويه شويه. تو مازال الخزانه وهذوكم الزوز تو نبدلهم ان شاء الله. برفانت الجرايه وباش نبدل لها الدرع لهنا. زادا نرجعو نحكيو على تطوير الذات ولا الحاجة شنو معناها هو احنا نطورو من الذات متاعنا. هو ان نشوفو معناها شنو المحيط متاعنا، شنو الحاجة الدارجة، شنو نقول واحنا نكونو معناها مواكبين الحدث في اي حاجه راهو تكون في اي حاجه. بيسك احنا نعملوا في روتين يومي باش نكونوا مواكبين الحدث في الديزاين طالعين، الالوان الطالعين، الحاجات الطالعين وحاجات من الدار كما قلت لكم. دونك كيما شفتوا لهنا انا عندي الدرع اخضر هذاك شريته ديرنييرمون من الفريب وما شفتش معاه المخد لحد شيء. دونك عملت له الكومبينيزون مع الروز وخاطر ريتها الحكايه هذه في ايكيا عاملينها في ايكيا. دونك هذيك هي من الحاجات اللي احنا قاعدين نقولوا نطوروا ذاتنا. راني نحكي في بساطه الروتين اليومي الحياه اليوميه فهمتوا، مش نحكي على طوري ذاتك في حاجات اخرى. اذاكم عندهم مجالات اخرى اما نحكي في الحاجه الام القاعده في الدار اللي لهي بصغارها اولادها ورجلها كيفاش تطور من ذاتهم ما تحسش بالقلق وكروتين الخانق هذايا. لهنا نحب ديما الحاجات تكون فما زاد تطوير من الذات ولا تطوير من الروتين اليومي. اليوم باش نوريكم كيفاش ان نعملوا سله خاصه بالصلاه وكيفاش نتويو الحاجات الخاصه بالصلاه وكيفاش نعطروهم ونبرفنوهم. اولا باش تكون حاجه منظمه، ثانيا باش تكون حاجه محفزه لكل صغارك. فما حاجه كي تدخل تراهاك، فما حاجه تناديك كل يوم، فما حاجه تقولك راك وخرت في الوقت، فما حاجه تذكرك بهويتك الاسلاميه العربيه، وحاجه زاده تضيف جماليه للمكان متاعك. تنجموا الطريقه هذه تطبقوها معناها في الصاله ولا في بيت صغاركم ولا في بيت النوم فين ما تحبوا. دونك كملنا لهنا وبعد ما تويتهم بالطريقه هذيك محطيت البخور هنا دوبه هكا يعمل بالطريقه المبخره هذه بالشمعه راهي مهمه باش خاطر تنجم تقعد لك حتى اكثر من الكانون. دونك نبخروهم هكا هذه الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه باش نوريكم الحاجات كيفاش منظمه. عندي العطر هذايا اللي جبته لي حماتي ربي فضلها من الحج باش نعطر به زرابي هكاك تقعد حتى وانتي تصلي ريحتها هكا باهية وعطرة. وتو نعمل فيكم الجولة باش نعطيكم شوية أفكار هكاية وشوية كيفاش طورت من ذاتي. عنوان الحلقة هذية بخرجة عملتها. دونك شريت هذية أنا نقصت برش حاجات فوق منهم، حطيت هكا حاجات هكا روز، حاجات صغيرين، حاجات هكا باش تفرهدنا خاطر توا نعرفوا احنا النفسية متاعنا كيفاش. شوفوا هذه محلاه شريتها بدو أوروج كروان من شيئين
تشعل بالضوء فيزا محلاها. شوفوا لهنا كيفاش نظمت بحاجات عندي، اما كل حاجه حتى وحدها، نتاع الكريمات نتاع نتاع اليدين، الزيوت وحدهم، معناها كل حاجه وحدها منظمه. لهنا حطيت فيها الملاحف والحاجات نستعملهم والمخاط نستعملهم في بيت النوم. هذوكم دي بيجاما هذيا، دونك لهنا تنجموا تحطوا نبته قد ما تكثروا من الخضار كما قلت لكم. هذيك راهو تكسر لي انا نتاع اليوتيوب تكسر. ولهنا هذي هو الكوان اللي خصصته الروحي، هذه هي الغاية اللي حبيت نوصلكم فيها في آخر الفيديو. خلي بلاصة لروحك، خاطر انت كي تعطي روحك بعد تلقى ما تعطي للناس. اما كان ما تعطيش روحك راو تحس ديما الناس ظالمينك وانت هو اللي راو ظالمه روحك. دونك هذايا خذيت هذايا، الناس متابعين يعرفوا اللي هو كان في الكوجينة، كنت حتى فيه العجانات كل شيء، دونك استغليته وحطيت فيه حاجات ما يخصوني. هذيك الوحده اللي حطينا فيها نتاع الصالات، حطيت فيه هكا نجم نكتب حاجه، نسمع حاجه، وانا نجم في شويه بخور، نجم نحط حتى غاديك نتفرج في حاجه. هذوما الالوان كما قلت لكم طورت من روحي، هذوما كيفاش طورت من روحي اللي عملت لا كومبينيزون ما بين اللون الاخضر واللون الروز. دونك دي سولي تقول انت كامل شريتش كومبلي كامل باش نحطو على الفرش، ما نجمش نعمل الكومبينيزون هذايا. مي انا كي درت في ليكيا لقيتهم عاملين برشا الوان وبرشا، كنتي تقول ملا تخلويضه، اما هي راهي تجي. دونك كي شفتوا كيفاش هذه هي الغايه، خلوا بلاصه لروحكم، سورتو البنات متغربين نعرفكم تغضبوا لهنا. انا بيت النوم راهي مش تعليني نومه كهو، تعليني برشا حاجات نعدي فيها برشا وقت، وان شاء الله فيتكم. بسلامه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.